بقى النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده ده هيكون اخر تريلر رياكشن معانا هنا على هوم سينما تقريبا. ده رابع تريلر رياكشن عملناه النهارده، اربعه تريلرز ورا بعض. انا بس غيرت التيشيرت بس عشان نفرق التريلرز عن بعضها. عملنا دلوقتي هنعمل التريلر رياكشن بتاع وندر وومن، عملنا التريلر رياكشن بتاع جاستس ليج، عملنا التريلر رياكشن بتاع باتمان، وعملنا التريلر رياكشن بتاع فيلم تانت. اخر فيلم تريلر لي كان هينزل فاينل تريلر بتاع فيلم تانت، لان الفيلم المفروض هيتعرض بكره او بعد بكره. وطبعا انتظروا من الريفيو اول ما الفيلم ينزل على طول. النهارده معانا اخر تريلر رياكشن، وهو التريلر رياكشن بتاع وندر وومن 1984، ده تريلر 2. طبعا التريلر برضو نزل مع دي سي فاندوم اللي كان اتعمل لنزل جاستس ليج، ولنزل الحاجات الكتيره بتاعت حاجات تبع دي سي كوميك بوكس وكوميك كون وحاجات الحاجات اللي قالوهم دي بتاعت دي سي. ونزل برضو تريلر كان ساعتها بتاع باتمان، وقالوا حاجات عن سوسايد سكواد، وقالوا حاجات على شازام، وقالوا حاجات على بلاك ادم، حاجات كتيره يعني. وكان منها التريلر بتاع وندر وومن 1984. كنت عامله تقريبا تريلر رياكشن على ما اعتقد، كنت عامله برضه في الشانل من كميه الفيديوهات اللي انا بعملها. فحرفيا انا مش فاكر اذا كنت عامله تريلر رياكشن ولا لا للتريلر الاولاني، بس على ما اعتقد كنت عامل. انا تقريبا يعني كنت على ما اتذكر كنت عامل، وعلى ما اعتقد كنت لابس تيشيرت بتاع سوبرمان تقريبا، كنت لابس تيشيرت بتاع سوبرمان. وندر وومن هو من كتابه ومن اخراج باري جينكنز، والبطوله معانا جال جادوت طبعا في دور وندر وومن، ومعانا كوني نيلسون، ومعانا كريس باين اللي كان مات في الجزء الاولاني. يعني مش فاكر كان مات ازاي، تقريبا كان تقريبا الطياره انفجرت بيه على ما اعتقد، مش فاكر قوي. لازم اتفرج على الجزء الاولاني تاني او هشوف حاجات منه بسيطه كده تفكرني بالفيلم. وفي معانا كمان كريستن ويج هي اللي هتطلع تشيتا، ومعانا روبن رايت، ومعانا سيا اليبور، وفي ناس كتيره جدا، ورافي باتل، ممثلين كتير معانا. بصراحه انا متحمس للفيلم على الرغم ان انا ما عجبنيش الجزء الاولاني قوي، بس انا لما اتفرجت على تريلر 1 بتاع وندر وومن انا بصراحه عجبني، وعجبني الفايبس بتاعت السنه الثمانينات، والاغنيه اللي كانت موجوده ورا بتاعه الساوند تراك اللي كان موجود في التريلر من ورا، كان بصراحه الاغنيه كانت حلوه جدا، والتريلر كان حلو جدا. وتمنيت ان انا مش عايز اشوف تريلرز تاني، لان انا مش عارف اذا كان التريلر ده هل هيعلي على التريلر بتاع اللي احنا شفناه قبل كده ولا لا. اتمنى يعلي يعني. وطبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره بتاع وندر وومن 1984، هتفرج عليه دلوقتي لاول مره معاكم. يلا بينا. This world is not yet ready for all that you will do. And everything will be different. I'm here to change your life. You look like you saw a ghost. I don't want to be like anyone. I want to be an apex predator. Well, now it's my turn. I've never been one for rules. The answer is always more. They'll never find us. I forgot to tell you. What? Radar. Will they shoot at us? Barbara, what did you do? I think we can do better. Parachute pants? Yeah. Does everybody parachute now? يا جماعه بصوا، بصراحه هو التريلر مش وحش، التريلر حلو، بس انا بصراحه عجبني التريلر بتاع التريلر 1 عجبني جدا اكتر بكتير. الفايبس بتاعه الثمانينات حسيتها اكتر مع الساوند تراك اللي كان موجود، يعني واو بجد كان احلى بكتير التريلر الاولاني اللي انا كنت اتفرجت عليه، وتقريبا كنت عامله تريلر رياكشن. التريلر ده مش وحش، شفنا اهو دلوقتي تشيتا، كريستيان ويج طلعت دور تشيتا زي ما احنا كنا قايلين. الفيلم انا شايفه حلو، هيبقى احلى بكتير كمان من الجزء الاولاني، انا شايف ده من وجهه نظري. هيبقى فيه كوميديا لذيذه كمان، مش فقيعه يعني. نسبه رقوبي للفيلم ده هي 8/10، واول مره كنت ممكن اتوقع ان انا ممكن اقول حاجه زي كده في فيلم الوندر وومن لعالم دي سي يعني.
بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن الفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التاني اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. وما تنسوش تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.